لقاء المشاهدين متتبعي بي سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي للزملاء في الاستوديو محمد سعدون للتوالي. واجهتنا اسبانيا واقليمها كاتالونيا اف سي برشلونه. بعد لحظات يلتقي فريق مانشستر يونايتد بكل الارقام التي تمهد العبور المتجدد المتكرر لرفقاء ليونيل ميسي لابولجا الى السيمي فاينل دوري الابطال. تشكيله اليونايتد لحراسه المرمى، يلعب اليوم دافيد اخيا، اربع اليمين في جونز برشلونه. كرة خطيرة المانشستراوي، تمشي كرة مرة أخرى، يلعب بزي الاحتياط، سيناريو مباراة باريس سان جيرمان. الهدف مطلوب، هو الكرة، الهدف مطلوب وقريب من مانشستر يونايتد، لكن الهدف الأول مهم جدا في سيناريو المباراة. يونايتد عنده شانس، عنده كرة، محاولة اللف والدورة، يلعب الكرة لينجام بروح سولسكاير وروح بول سكولز وبها عن طريق بول بوجبا. بوجبا يطول كرة، ضرب الكرة لبيستولير ولويس، لويس سواريز من أجل أهدافه في دوري الأبطال. في هذا المسار في الذهاب وفي المرات السابقة في تاريخ يمشي بالكرة مارسيال، اسباسيال مارسيال، مارسيال يشوط والدفاع تشامبيونز. نشوف البارسا مضغوط عليه في أرضه في بلاده. في هذه الدقائق مانشستر يحاول، والكرة في الامتلاك خطيرة من ليونيل ميسي، باس ممتاز صعبة في التحضير، والكرة في الدفاع لمصلحة فريق اف سي برشلونة. اعتقد الاعاقة موجودة، اعتبر الاعاقة موجودة، والحكم شكور، الحكم يلغي قراره، يلغي قراره، ما فيش بينالتي. تهزم برشلونة هنا، تعادلوا في 98 في ماتش تاريخي 3-94، 4-0 الكتالوني. خطيرة والتسديدة، هو الحارس يتصدى، الحارس يتصدى لكرة ماركوس راشفورد. البرشلوني لعبوا ثلاثة نهائيات في دور الثمانية 2015-16 كان عن طريق أتلتيكو جار، 2017 ثلاثية لا جراند يوفي، و2018 خرجوا روما في ريمونتادا. لعبش ميسي، صفر لرفقاء ليونيل ميسي. ميسي هدفه في دوري الابطال، ممكن ارقام رقميه ولكن فورمه الملاعبيه اللي تصنع الفارق. النتيجه 1-0، يهرب مره ثانيه ويحط الهدف الثاني، ويحط الهدف الثاني. يا مجنني يا مجننهم، يا معذبني يا معذبهم، يا مهبلني يا مهبلهم. البولجا 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 البولجا، دافيد إخيا يغلط غلطه عمره والمباراه تنتهي في 16، الهدف الثاني 20، الهدف الاول عدد مش مره اخرى كوتينيو. فيليب اللي سجل هدف في مانشستر يونايتد بلون الحمراء ليفربول، فروزاريو، جي جيفارا، الثوره جي في كره القدم. يا دافيد يا دخية، 2008 من 2011 كان في الكاف. كرة الثالث، ماذا يحدث في الاستاد هذا؟ يا ميسي يختم الكره، يختم الصوره، ومره اخرى على مرمى دافيد دخية. دافيد دخية المنتقد كثيرا من الصحافه في مباريات القمم من الكل، ما ضيع ولا ماتش تقريبا في الكامب نو. ليونيل ميسي يتقدم لبرشلونه لمهر البارسا في استضافته للانجليز على ارضه ضد انديه الجودز للفريق البرشلوني. على فكره ليس بجديد.